أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. نهار هادئ في طرابلس بعد أخطر انتكاسة للخطة الأمنية. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس سلام. بوتين في الصين ومناورة مشتركة. نكسة للخطة الأمنية في طرابلس، اشتباك محدود بعد التعرض لدورية للجيش في التباني خلال مداهمة ليلا وإصابة 8 عسكريين. الوضع ضبط سريعا ويبدو هادئا في عاصمة الشمال، حيث يوفينا الزميل يسبك وهبي بآخر الأجواء والتطورات. إذا يسبك، ما هي الأسباب الكامنة وراء ما حدث وما هو الوضع الآن؟ الأسباب أن الجيش اللبناني كان يقوم بعملية مداهمة بحثا عن أحد المطلوبين ضمن قائمة المطلوبين من قبل القضاء اللبناني. هذا المطلوب هو خالد الراعي ويقيم في باب التباني. وفيما كان الجيش يحاول مداهمة المبنى الذي يسكن فيه خالد الراعي، تعرض لإطلاق نار فرد بالمثل وحصل اشتباك محدود. لم يعرف يعني الجهة الأخرى، هل هم من أنصار الراعي، هل هي جهات أخرى؟ البعض يتحدث عن طابور ثالث من السكان، ولكن الأمر الأكيد أن هناك اشتباكا، أن هناك قذيفة صاروخية أطلقت على آلية للجيش اللبناني من طراز همفي ما أدى إلى احتراقها وأصيب 8 عسكريين من بينهم ضابط، كما أكد بيان للجيش اللبناني الذي أكد المضي في ملاحقة مرتكبي الأعمال. وأكد أيضا بيان الجيش اللبناني أنه لن يتهاون في تنفيذ الخطة الأمنية وأنه سيتابع عملياته لتوقيف المطلوبين. الوضع حاليا هادئ كما بات معلوما، يعني هناك عدد كبير من المطلوبين إما سلموا أنفسهم وإما تسلمهم الجيش اللبناني، ويبقى أن هناك بعض المطلوبين ومنهم 4 أساسيون يبحث عنهم الجيش اللبناني، وهم خالد الراعي، أبو خليل الحلاق، طلال عيسى، وشخص آخر رابع هو أسامة منصور. هذا المجموعة التي يبحث عنها الجيش، يقيم بعض أفرادها في التباني والبعض آخر خارج التباني. ويعني الجيش اللبناني أكد أنه سيمضي في هذه العملية حتى النهاية. نعم. يعني تبين لنا أنه خلال العملية اضطر الجيش إلى إطلاق النار للدفاع عن نفسه، وحصل أضرار في عديد من السيارات خلال هذا الاشتباك الذي حصل بعيد منتصف الليلة الماضية. حاليا الوضع في التباني هادئ، الوضع في طرابلس هادئ جدا، والحركة طبيعية. ماريو، شكرا لك يا زبك. رئيس الحكومة تمام سلام يواصل زيارته السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز. الزميل مارون نصيف يطلعنا عبر الهاتف من جدة على التفاصيل. إذا ما أبرز ما حمله هذا اللقاء مارون؟ نعم ماريو، الأبرز هو الأجد. علمت منذ قليل أن رئيس الحكومة تمام سلام يزور في هذه الأثناء الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. هي زيارة مفاجئة لم تكن مدرجة على جدول أعمال رئيس الحكومة ولم تكن مؤكدة حتى اللحظات الأخيرة. إذن في هذه الأثناء يلتقي الرئيس سلام الملك عبد الله بن عبد العزيز. قبل هذا اللقاء كان زار ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز، وكان استقبله في الباحة الخارجية الأمير مقرن بن عبد العزيز. بعد اللقاء الذي تحدث فيه الرئيس سلام عن المكرمة السعودية، الهبة السعودية للجيش اللبناني، شكر المملكة وتطرق أيضا إلى ملف النازحين السوريين. كانت هناك مأدبة غداء أقامها ولي العهد على شرف رئيس الحكومة اللبنانية والوفد المرافق. حضر هذه المأدبة الأمير مقرن بن عبد العزيز، الأمير بندر بن خالد، ووزير الإعلام عبد العزيز خوجة، إضافة إلى عدد من كبار الأمراء والشخصيات. يختتم ماريو رئيس الحكومة اليوم هذه الزيارة زيارة 24 ساعة إلى المملكة العربية السعودية عند الساعة 5 عصر اليوم في فندق قصر الضيافة في جدة، حيث يقيم مؤتمر صحافي يشارك فيه عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين السعوديين. ماريو، شكرا لك مارون. وكان الرئيس سلام قد استهل زيارته السعودية مساء أمس بلقاء الجالية اللبنانية، فله عشاء بدعوة من الرئيس سعد الحريري أعقبته خلوة مع الحريري. إلى دارة الرئيس سعد الحريري في جدة حضر رئيس الحكومة تمام سلام والوفد المرافق للمشاركة في العشاء التكريمي الذي أقيم على شرفهم. وهناك خيم الاستحقاق الرئاسي اللبناني على دردشات الحاضرين. انتظر الجميع كلمة الشيخ سعد، لكن الأخير التزم الصمت، وكذلك فعل دولة الرئيس. أما في القنصلية اللبنانية في جدة فكانت كلمة سلام أمام الجالية بمثابة دعوة إلى السياح والمستثمرين السعوديين كي يعودوا إلى لبنان. ولا يمكن لأحد إلا أن يسجل
أن المملكة العربية السعودية لم تساهم يوم لا في إسقاط نقطة دم ولا في إسقاط حجر ولا في هدم قيم ولا في إضعاف لبنان. ونأمل من الأخوة السعوديين أن يخدموا إلى لبنان ويشاركونا أجواء الراحة وأجواء الرفاهية، وأن يشاركونا أيضا الأبعاد الاستثمارية والإنتاجية. رئيس حكومة لبنان وفي أول زيارة رسمية له منذ تشكيل الحكومة وصل إلى مطار الملك عبد العزيز قرابة 6:30 مساء، حيث أقيم له استقبال رسمي. صحيح أن زيارة سلام السعودية قصيرة جدا، غير أن الملفات التي ستطرح فيها تجعلها في غاية الأهمية. من جدة، مارون نصيف، LBCI. أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أنه لا يؤيد وصول أحد القادة الموارنة إلى قصر بعبدة، مبديا خشيته من وصول أحدهم فينتقم من الآخر. وإذ أكد أن لا مرشح مفضلا لديه، أشار في حديث إلى صحيفة السفير إلى أنه مع من يحمي إعلان بعبدة برموشه ويرفض ازدواجية السلاح ويدرس الاستراتيجية الدفاعية بعد تخطي سلاح المقاومة الحدود اللبنانية ليستخدم في سوريا. سليمان أكد أنه باق على قناعاته حيال حزب الله وغير نادم على شيء، قائلا: هم لازم يندموا، لا أنا، هم الذين نكلوا بالثلاثية لا نحن، عندما قرروا الذهاب إلى سوريا من دون أن يسألوا لا الجيش ولا الشعب ولا رأس الدولة إذا كانوا يستطيعون تحمل تبعات التورط في الحرب السورية. وقال سليمان: ربما في البداية كان يجدر بي أن أكون أكثر صرامة، فعندما لعبت دور المصلح والإطفائي كان فريقا النزاع لاطيين وراي، وعندما انسحبت من هذا الدور اتفقوا ومشيت كل الأمور. كتلة المستقبل كررت تمسكها بالدكتور سمير جعجع مرشحا للانتخابات الرئاسية، وبعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة جددت رفضها الشغورة في موقع رئاسة الجمهورية لأنه ينعكس سلبا على الثقة بلبنان وعلى قدرة اللبنانيين على التوافق من أجل تجديد مؤسساتهم الدستورية. إن كتلة المستقبل تكرر تمسكها بالدكتور سمير جعجع مرشحا لانتخابات الرئاسة، والذي يحظى بإجماع قوى 14 أذار، والكتلة في ذلك تدعو قوى 8 أذار لتسمية مرشحها من أجل إفساح المجال أمام النظام الديمقراطي لكي يلعب دوره كاملا لا تعطيله وإدخال البلاد في شغور ينعكس سلبا على صورة لبنان وصورة استقراره. تتابعون بعد الفاصل: مذبحة أطفال في ريف حلب، للمرة الثالثة في غضون أسابيع تتعرض بلدة كفرزيتا في ريف حماة للقصف بغاز الكلور حسب ما تقول المعارضة. وأفيد أن عدد المصابين بالعشرات، بينهم أكثر من 20 طفلا حالاتهم حرجة. وأفاد أحد الأطباء في المستشفى حيث نقل المصابون عن وجود حالات اختناق حاد يرافقه سعال شديد وألام معوية وغثيان. وتحدث عن نقص في الكوادر الطبية والتجهيزات، ما يحول دون تقديم العناية اللازمة التي يحتاجها المصابون في هذه الحالة، وقد توفي 2 من بينهم. بلدة مارع في ريف حلب تعرضت لسلسلة غارات في الساعات الماضية أدت إحداها فجرا إلى مقتل 15 شخصا أغلبيتهم من الأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى بحسب مصادر المعارضة. وقد بث ناشطون مشاهد قالوا إنها من مارع وتظهر انتشال أطفال من تحت الأنقاض. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن عدد القتلى في مارع بلغ 13، هم رجل وسيدتان وعشرة أطفال معظمهم من عائلة واحدة. وفيما يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت الخميس المقبل على مشروع قرار أعدته فرنسا لإحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس أن بلاده ستستخدم حق النقد ضد أي قرار يحيل ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية
الدولية. أمنيا في لبنان، عثر على قنبلة يدوية منزوعة صمام الأمان وموضوعة في علبة بلاستيكية تحوي مادة البنزين تحت سيارة رباعية الدفع تعود إلى خالد بيرم أمام منزله في بلدة أرميل في الشوف. وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وقطعت الطريق البحرية القديمة للبلدة بعض الوقت، وفرضت طوقا أمنيا إلى حين وصول الخبير العسكري الذي عمل على تفكيكها، وتبين أنها كانت معدة لتنفجر لحظة إقلاع السيارة، وقد تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث. في التحركات المطلبية، نفذت اللجان العليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي اعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم العالي، مطالبين بحقهم في التثبيت ومعترضين على سياسة التعاقد المتبعة، لا سيما أن آخر دورة تثبيت معلمين في التعليم المهني كانت سنة 97. الأساتذة المتعاقدون قطعوا طريق اليونسكو في الاتجاهين مدة 10 دقائق بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ونفذوا إضرابا في المعاهد الرسمية في جميع المناطق اللبنانية. مطلبيا أيضا، استمر إضراب عمال غب الطلب في شركة ترايكوم المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان بسبب عدم دفع رواتبهم منذ 3 أشهر. العمال الذين تجمعوا أمام مؤسسة كهرباء لبنان قاموا ببيع الكعك لأنهم لا يتقاضون رواتبهم، ولأنهم أرادوا التعبير في شكل حضاري عن أزمتهم التي لا يسأل عنها أحد حسب ما قالوا للLBCI. ولكن نحن ما حنطول بهذه القعدة، ما حنطول كتير، نضلنا نلعب بموضوع الكعك وغير الكعك. مفروض ينحل وضعنا، مفروض كل حدا يهتم باللي قاله وياخد ويحاسب الغلطان. لازم يكون في هالمرة محاسبة. نحن اليوم بأزمة مفتوحة مع الإدارة، لأنه نحن صار لنا 3 أشهر لحديت هلا مع شهر أيار، لنا 3 أشهر بلا قبض. هل يجوز إنه هالعمال الموجودين العددهم أكثر من 450 واحد، ما حدا بيطلع عليهم، ما حدا بيقول لهم وينكم، والأزمة مفتوحة إلى أجل غير مسمى؟ وصف رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيير الأشقر زيادة الضرائب والرسوم على المؤسسات السياحية، لا سيما المؤسسات البحرية، بأنها إعدام للموسم السياحي، رافضا في مؤتمر صحفي هذه الإجراءات على أبواب فصل الصيف، ومطالبا المسؤولين إعادة النظر فيها. تمويل السلسلة على ظهر قطاع السياحي فهذا موضوع مرفوض، والموضوع هو بسيط. كنا عم نطالب ب5000 ليرة زيادة على ضريبة المطار لتمويل التسويق السياحة في لبنان، رفضت. أما اليوم لتمويل السلسلة بيحطوا 25,000 ليرة زيادة على ضريبة المطار. عداء بيننا وبين التشريعات الجديدة اللي عم بتصير بمجلس النواب، في عدم رؤية، عدم مخطط حتى نبني فعليا السياحة يلي نحنا كانت حصرية لقلنا نحنا مدة 100 سنة الماضية. تتابعون بعد قليل. مصر والعنف ما قبل الانتخابات. قبل أسبوع واحد من انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 من الشهر الجاري، تتصاعد أعمال العنف ضد رجال الأمن في مصر، فقد قتل 3 رجال شرطة وأصيب 9 آخرون بينهم ضابط في هجوم مسلح ليلة الاثنين الثلاثاء على قوات مكافحة الشغب أمام جامعة الأزهر شرقي القاهرة. وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن 3 مسلحين في سيارة فتحوا النيران على قوات الأمن المركزي في أثناء فضها تظاهرة مؤيدة للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. في وقت يخوض الكرملين مواجهة شديدة مع الغرب حول أوكرانيا، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مع الرئيس الصيني في شانغهاي، متعهدين تعزيز العلاقات الثنائية. بوتين الذي يزور الصين مدة 2 يوم للمشاركة في منتدى للأمن الإقليمي، سيبرم اتفاقا حول الغاز يفتح السوق الصينية الضخمة أمام روسيا،
كما سيحضر مع نظيره الصيني مناورات بحرية مشتركة في بحر الصين الشرقي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العسكرية بدأت استعداداتها لمغادرة الحدود الأوكرانية بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانسحاب. الوزارة كشفت قيام القادة الميدانيين بتحديد خطط التحرك للمغادرة عبر محطات القطار، فيما بدأ الجنود بتفكيك الخيم وتحميل المعدات من أجل العودة، فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني عن تراجع القوات الروسية مسافة 10 كيلومترات على الأقل عن الحدود مع أوكرانيا. بعد أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات معادية للحكومة أوقعت 28 قتيلا، أعلن الجيش التايلاندي القانون العرفي ونشر جنوده في العاصمة بانكوك. وفي كلمة متلفزة أكد الجيش أن إعلان القانون العرفي ليس انقلابا، إنما يهدف إلى إعادة السلام والأمن العام. وقد انتشر جنود وآليات عسكرية في وسط بانكوك، خصوصا في قطاع الفنادق ومحطات التلفزيون بحسب وكالة فرانس بريس. قتل 11 جنديا يمنيا و14 مسلحا من الحوثيين في خلال مواجهات في الضاحية الغربية لمدينة عمران شمالية صنعاء، فيما أصيب عشرات آخرون بجروح. ويسود التوتر عمران، حيث يطالب الحوثيون الذين يسيطرون على شمالي اليمن باستقالة الضباط والمسؤولين الفاسدين. ويشكل استئناف المعارك في شمالي اليمن تحديا إضافيا للحكومة التي تواجه تصاعد القاعدة والانفصاليين في الجنوب. بعد إدانة 5 ضباط من الجيش الصيني في الولايات المتحدة بتهمة القرصنة المعلوماتية والتجسس الاقتصادي، استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي في بكين حسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة. بكين ردت على الفور معتبرة أن الاتهامات عبثية وتستند إلى وقائع مفبركة وتهدد التعاون والثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة. ختام النشرة، إلى اللقاء.